سجلت مدينة الموصل درجات حرارة عظمى تجاوزت 45 درجة مئوية، الذروة تقريبا وصلت 47 درجة مئوية. بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم السبت الموافق 15 من تموز لمدينة الموصل، الطقس راح يكون صحو حار لليومين القادمين. درجة الحرارة العظمى راح تكون في مدينة الموصل بحدود 47 درجة، يوم غد راح تكون مقاربة لهذه الدرجة. اعتبارا من يوم الاثنين سوف تنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف، راح تسجل عندنا أقل من 45 درجة، يعني تكون بحدود 43 إلى 45 درجة مئوية. الرياح بشكل عام راح تكون خفيفة السرعة، تنشط قليلا نهار غد الأحد بإذن الله تعالى. طبعا ننصح الأخوة المواطنين بعدم تعرض قدر المستطاع لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل حفاظا على صحتهم.